اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بحلقة جديدة لوك ثرو لإلدن رينج. معكم جيمي، ويلا نبدأ. في الحلقة الماضية متذكرين احنا خلصنا منطقة الويبينج بينونسولا كاملة، خلصنا المين بوس. في شغلة صغيرة بس لازم نعملها هون. اذا متذكرين كان في الكويست 9 تبع ايرينا وابوها، احنا بس خلصنا قتلنا ابوها. المفروض بعد ما تقتله تعمل ريست وترجع محل ما مات، راح يعطيك ايتم. هاي الايتم ريليتد لكويست 9 لكاركتر تاني، فمش غلط تكون معانا من هلا. الايتم اللي هي جريب مش غلط تكون معانا من هلا. من هون بدنا نروح على الراوند تيبل، في هناك انفيدر بدنا نقتله. في بداية الجيم هذا الانفيدر صعب بصراحة، فهو الافضل كان انه نستنى شوي نرفع ليفلنا نقتله. مش المفروض يغلبنا بوشن. انت شايفين البليل ساعدنا، مات بيعطينا فينجر بي 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 ايتم من هون. راح يكون في لوت صغير، اللوت هذا عبارة عن ويبون لجماعة الفيف وفيست ويبون. دمجه كويس و السكيل تاعه كتير منيح، الانيميشن تاعه كتير حلو، الويبينار تاعه حلو. مشكلته انه كونه فيست ويبون فيتضمن انه الريتش تاعه كتير واطي، فهذا معناه انه زي انت لازم تكون لزق في الانمي عشان تقدر تضرب، هاي هي مشكلته الوحيد. بس الناس بتحب تلعب فيست ويبون مش غلط، هذا سلاح كتير كويس. من هون اذا متذكرين في تحت غرفتين حكيت لكم هذول راح نفتحهم بعدين، اللي بدهم ستون سورد كي. لو بنيجي جنب اللفة اللي لفيتها مش طبيعية، اللي بتيجي جنب البلاك سميث تاعنا. هون هاي الغرفة الأولى فيها كروسبو راح نحتاجه، أنا عم بفتح الغرفة لأنه راح نحتاج الكروسبو. أنت بتلعب كواليتي بيلد ما عندك كاستنج، فمش غلط يكون معك سلاح تضرب فيه من بعيد، فراح ناخده. أخذنا الكروسبو والأسهم تاعته. هاي الغرفة فيها براير بوك للناس اللي بتلعب باندت، واحدة بتطلع لك زي غيمة بتتخبى جواها، فيعني اشي انا ما راح استخدمه لها هلا ولا في اي بيلد تاني، فما راح اخده، بفضل اخلي الستونسور كي تاعي معي. اللي بحب ياخده يعني هي موجود هون، اللي اخذناه هذا راح ارفعه ليفل 2. شوف الويبون اللي معانا برضو ما بزبط، ممكن نرفع هاد الليفل مش غلط. تمام، من هون راح نبدا في المنطقة الجديدة. شوف بس اذا معانا نقدر نرفع ليفل او لا. مش مشكلة. تمام، هيك خلصنا التحضيرات اللي كان لازم نعملها. نرجع على البونفاير تاعت مارجت. أول شي بدنا نروح الدنيا نهار لسبب الرؤية أفضل في النهار، فبنروح أنت المورنينج. يا الله ستورم فيل كسل. أول ما نطلع هون راح يكون في عنا جريس نشغلها، اللي هي جريس تاعت المنطقة. راح ننزل هون ناخذ لوت، بعدين دروب. بدك ركب الفانوس،
ناخذ هذا اللوت. هون المنطقة ورا ما فيها اي شيء، بس يعني اذا كنت تلعب مع صاحبك وحد يعمل لك انفيد هون اعرف انه راح يكون متخبي هون. هذاك اللوت راح ناخده بعدين. يجي هون. هلا اذا هون شايفين في عنا بوابة مسكرة، في ام بي سي هلا بنحكي معه. هذا الام بي سي راح يعطيك الاوبشن اذا بدك يفتح لك الباب او لا، بس يعني لا يفضل تفتح الباب، في ناس معهم باليستا واسهم وكذا راح نتبهدل من هون. فبنفوت من هون نحكي مع الام بي سي. كيلو فيري ويل راح يحكي لك انه ما تفوت من الباب. هذا الزلمة يفتح لك الباب. لو مشي شوي في الكوست لاين تاعه هذا الزلمة راح يصير بياع. ناخذ منه جولدن رون. جمب. لوت. جمب. نطلع فوق في لوت. هون المنطقة فيها الموبس عبارة عن عصافير، العصافير هدول كثير مزعجين. أفضل إشي في العصافير لو أنت كاستر حياتك أسهل تعملهم كاست. لو أنت ميلي تستنى يضرب الضربة هاي بعدين بس زي ما شايفين وان شوت بموت. هون في اثنين او ثلاثة. موت لو سمحت. طبعا هون صحيح في بالمناسبة في بونفاير هون قريبة كان بامكاني اشغلها بالمنفوت هون، بس يلا مش مشكلة سامحونا. في كمان واحد هي يعملها دولج بعدين بموت. ناخذ سميثينغ ستون. هيك خلصنا المنطقة السريع. هون فوق ما في شيء، لا تغلب حالك اطلع فوق. هاي البونفاير اللي حكيت عنها، يعني انت العصفور هذا نزلنا لما ننزل على الارض بتنزل تاخذ يمين بتلاقي البونفاير وبامكانك ترجع هناك. شغلها ريست اذا بدك. هون في الزلمه اللي قبالنا هناك لو شافنا راح يشغل البوق اللي معه حينادي الناس زي ما صار هلا. الافضل انك تروح له سنيك تقتله. حاول ما تقاتل على الجسر هون لانه احتمال انك تموت كبير. هم ثلاثة. تطلع هون في انيميز لو كنت كاستر بامكانك تقتلهم، غير هيك اسيبهم راح نرجع لهم كمان شوي. هنيجي بنفوت من هون نقتل هذول الاثنين. هون في واحد كبير فوت له سنيك، بامكانك تفوت له عادي يعني مدام سنيك بنقدر نجيب عليه باك ستاب ليش لا. لوت. ناخذ هاند كلو. هذول برضو زي السلاح اللي اخذناه من شوي، هذول فيست ويبونز يضمن لازم تكون قريب، يعني عشان تتخيل الرينج تاعه الرينج هو بوكسات فعليا. هذول البراميل بتفجروا فبدك تركض منهم هيك
حاول ما تاكل دمج زي ما انا اكلته. كمان واحد هون. هناك لا تكمل، في برامير، في واحد بيرمي عليه قنابل. استنى شوي، رجعنا هون، في لوت ورا داجرز. جيل سمح كان ما تفوت هناك، تنط هون تاخد لوت. في تحتك واحد نط سنجتك. طلع السلم، في واحد نازل، نزل لتحت السلم. وإذا بدك تضرب لفوق تكبس R1L1، بدك تضرب لتحت تكبس R2L2. تيجي تمام، من هون نرجع منفوت هون، طلع تحت. هذا الزلمة اللي حكيت لكم راح يغدرنا. هاي البراميل ناخذ اللوت، في لوت فوق هلا راح نروح له، واللوت اللي تحت هذا برضه سيبه. الفكرة من كل اللفة هاي، في الباب اللي هون هذا اللي تحت، هذا الباب بدنا مفتاح عشان نقدر نكمل الطريق. مفتاح موجود بالغرفة هاي، بس تفتح الباب هلأ في واحد راح يفوت سكر عليك الباب، عبارة عن نايت. مش المفروض نغلب، مش غلط بس انه نلبس نشرب الفلاسك. زي ما شايفين ما بغلب بصراحة، وانا كاستر هذا غلبني، غلبني جدا، لانه معاه شيلد، فبالشيلد بالشيلد بعمل زي بصد الكاس تاعي. راستي كي هو اللي بيفتح لنا الباب. تمام، من هون دروب، خد هذا اللوت. من هون هذا اللوت، واحد قتلناه على الاغلب بالضبط. نيجي نفتح الباب، نطلع السلم، نطلع السلم لو سمحت. هناك على اليمين لا تروحوا، راح نروح كمان شوي، حنيجي هيك على الشمال، وفي واحد عملنا امبوش فدج قتله. دايم نيجي هون نقتل الزلمة، ناخد فاول فوت. مشينا هون على الطرف، على ما اذكر في لود مظبوط. خير، ناخد مشروم. هنا راح يكون في عنا واحد من البانش نايتس، هذا النايت دمج عالي فانتبهوا منه، والارض عنده هون مفتوحة فحاول لا توقع. حاول لا توقع، هاي شورت كات راح نفتحها كمان شوي. طبعا اذا حاس حالك ما راح تقدر تقتله، لو طلعت الدرج هذا لفوق بالاخير راح يكون في عندك جريس. خلينا ناخذها هلا عشان بعدين نعمل لها تليبورت. بتطلع الدرج بعدين بتفوت على الغرفة هاي، راح تلاقي جريس. لو شايف انك مش حتقدر تقتله اطلع الجريس برجع له. هون راح نرجع ننزل، في عنا في اللوت اللي كنا شايفينه كان موجود لفوق شوي، نروح ناخده نكمل على الغرفة اللي كنا فيها. نيجي هون من عند الشوك ننزل تحت. لا 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 لا، مش هيك اللي بنزل تحت، كون حذر وانت تنزل تحت. انا متسرع منيح، اخذنا الجريس، هذا الاشي كويس.
anyway نرجع ننزل الدرج. يعني النايت ما قتلني، اللي قتلني الجاذبية. anyway يجي هون على مهلنا 100%. طبعا هلا كونه متنا كل شيء قتلناه رجعاش، بس ما في مشكلة. نيجي هون ننزل ناخذ اللوت. بالضبط، انتبهوا من هذاك. هذا الطريق اللي احنا لما فتحنا الباب، بس عشان اربط لكم المكان، احنا بس فتحنا الباب حكيت لكم لا تروحوا يمين روحوا شمال، هون في واحد اللي عامل لنا امبوش فانتبهوا منه. نرجع هون نمشي هون ناخذ هذا اللوت، بعدين بدنا ننط هون. مية بالمية هون راح يكون في عنا اثنين، انتبهوا منهم. اي واحد تاني جوا حامل كروسبو، انتبهوا منه برضو. ناخذ اللوت عبارة عن بريك هامر. هون هيك بنكون خلصنا المنطقة هاي كلها. من هون بإمكان ارجع على الجريس اللي فتحناها. أول شي بدنا نعمله راح نمشي فيها منطقة منطقة، راح نرجع لهاي الجريس أكثر من مرة. في لوت موجود هناك، انتبهوا لأنه الأرض مكسورة من جهتين. ناخذ اللوت، دايما نطلع الدرج. نقتل هذا، بعدين هناك في لوت لو تحبوا تاخذوه. اللوت عبارة عن بولت، لو ما بدك تاخذه عادي ما تاخذه، او ثروينج داجرز يعني لسه بولتس كان مفيدين اكثر شوي. تلهب. شكرا، نزلين الكروس بو تاعه. انا لو بعرف هيك كان ما رحتش استخدم ستون سورد كي. شكرا. نيجي هون نركض هون، هذا الزلمه معه بوق، لو استخدمه حيصحي كل الناس، فالافضل نركض عليه نقتله. او اذا بدك تسحبه تخليهم يجوا كلهم على الغرفه هناك، تصير تقتلهم على مهلك. تمام. في كمان واحد نايم هون. هلا بدنا نطنط ونمشي على الحيطان. او ايش بدنا نعمل؟ نطلع على الحيط هاي. في عندك طريقين، يا بتروح يمين يا بتروح شمال. الافضل تروح يمين عشان ناخذ كل اللوت، ما نضلنا رايحين جايين على نفس المكان. ننط هون. ننط هون. ننزل تحت. ناخذ ستون سورد كي. نطلع هون تحت في عصفور. لو انت كاستر كاست عليه انت ميلي سبونج اتاك ويعطيه العافية. في كمان لوت هون. لو رجعنا من هون راح يكون في كمان لوت ممكن نعمل جنب هون. حاول لا توقع، هاي النقطة صعبة شوي. ممكن تجيها من فوق، يعني احنا بس عشان اربط لكم الموضوع،
الحفة اللي مشينا منها ورحنا يمين هي هون فوقنا، فأنت بإمكانك تنزل نزول هون دايركت. أفضل إشي أنت ماشي على الحفاف امسك ال يعني خلي الحركة تاعتك باتجاه الحيط، باتجاه الحيط عشان ما تصير معك بالغلط وتوقع. يعني هاي الحيط أنا ماسك الستيك تاعتي يمين ودغري، يمين ودغري باتجاه الحيط، هيك أأمن إشي. تمام، خلصنا كل اللوت اللي هون، بدنا نطلع على البيلر هاد على العمود المكسور هون. اطلع اطلع اطلع، في عنا فوق 5 انيميز بدنا نقتلهم أو 4. أول واحد هون، الباقي هناك على الجهة هذيك، فعشان نعملهم لوس لف. شباب شباب عمهلكم عمهلكم، طيب تموت وانت ايضا. ناخذ اللوت، وانا وعي محترم. وان في كمان لوت، نطلع فوق كلايم. هنا في عنا اعتقد انها تاليزمان، بالضبط هي تاليزمان. لو بدك مكان تفرم فيه ريش عشان البولت تعمل بولت، هاي هون بامكانك تنط هناك. بس احنا هون فعليا خلصنا هون، بدنا نرجع على الريس تاعتنا. بدنا نروح على مكان، بدنا نشغل شورت كات. مكان هاي فيها كروسابل نايت، الشورت كات راح تشغل لنا المصعد اللي موجود هون. فكوني انا بقتل باري، راح البس سمول شيلد. شوف اذا معاي ليفل، لازم ارفع ليفل لانه كروسبل نايت، يعني عادي اموت عنده. نطلع من هون، هون راح يكون في عصافير، عصافير حاملين براميل، فانتبهوا من البرميل. ما في داعي نقتلهم كلهم، احنا لو بدنا نعمله بدنا نيجي هيك، نيجي هون وننط نط وننزل هون، ننزل هون بالضبط. هون ما في لوت، بنيجي هون على الحفة، ننزل ضلنا على الحفة ماشيين، ننزل هون. طبعا لا نط ولا دوج ولا رول، سوري، بس يعني وقف بس، امشي على الحفة امورك تمام. ننزل هون، هون المفروض الارض تنكسر زي ما انتم شايفين، في عنا شايني. تمام، هناك في زي ما شايفين الكروسبل نايت، احنا حنركض نشغل الشورت كات عشان في حال صار متنا نرجع له على السريع. نركض وراه، شورت كات موجودة هون. طبعا يعني هاي المنطقة أنا أول مرة لعبت ما وصلتها، ما كنت أعرف إنها موجودة، عرفتها ليتر اون. من هناك بنروح على الجريس تاعتنا. حاليا بس بدي أقتل النايت. طبعا اقتله في الطريقة اللي انت بتريحك، انا شخصيا اريح لي اني اقتله باري، ما قدرت تقتله بترجع له بعدين. احنا متفقين هذا الموضوع. وينه؟ ممكن تيجي هون لو سمحت؟ اوكي ممكن. بوس فايت، بوس فايت اعتبره بوس فايت.
انت كل التجهيزات ماخذها. خلينا نسحبه فوق عشان المكان اوسع. بس تو زي ما كان انتحرت وريحتني. هذا طمع. هذا طمع. يعني زي شايفين كروسة بلنا. معتبره بوس فايت وفلاسك وجريس وكل اشي ممكن وهيلث واحد، ومع ذلك بسبب الطمع متت. اجين ما قدرت له وترجع له بعدين، بس يعني اعتقد حاليا انتوا عرفتوا انه انا شخص عنيد لازم يموت. هو بكل حال مش ضايل معانا كتير وقت في الحلقة، فبنقتله وراح نعمل راب اب وراح نوقف الحلقة هون. سول 451 مش مستاهلين. العيارات مو ظابطة معي اليوم. ايش وهيك بكون مات الكروسبل نايت الموجود هون. راح يعطينا اش 4 اسبيكت اوف ذا كروسبل. تمام، هيك بنكون خلصنا المنطقة اللي تحت تقريبا. المنطقة هون فوق كلها خلصت. في
الحلقة الجاية راح نكمل في القلعة، راح ناخذ اللوت كامل، والحلقة اللي بعد اعتقد لان المكان كبير شوي راح نفوت على البوس فايت، نخلص القلعة ونفوت البوس فايت. لحد هون بحكي لكم يعطيكم العافية، كان معكم جيمي، نشوفكم في الحلقة اللي جايه.